خدعناش حد والحمد لله، ما ضللناش حد. ويدوروا في كل موضوع نعمله، ما بعناش الوهم. انتوا مين؟ من جرايد وصحف السيسي قلنا الحقيقه، بنطلع الحقيقه. ده اللي نزعت يوم 19، حصلت النهارده التغييرات. كنا عين المشاهد البصيره وعقله اللي بيمتحن كل معلومه، ونحذر ونكشف اللي بيحصل حواليك، اما القرار فده كان بتاعك. أيها الحال العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنبدأ مع بعض السنة السادسة في مصر النهاردة، سنة جديدة بنوعدكم فيها أننا هنفضل فيها صوت الحق والعدل والحرية، صوت الغلابة والمظلومين. بنوعدكم نفضل صوت الثورة، ثورة يناير، بس ثورة يناير العظيمة اللي هتفضل طاقة نور وأمل لبكرة أحلى. بنوعدكم هنفضل صوت كل محبوس ايا كان انتمائه، ايا كان انتمائه اتظلم عشان كان شجاع وقال للظلم لا. بنوعدكم نفضل صوت كل ام مقهوره على ابنها، وكل زوجه متبهدله قدام السجن عشان تشوف جوزها، وكل طفل وطفله اتحرموا انهم يعيشوا مع ابوهم لمجرد انه كان معارض لهذا النظام الفاشي. بنوعدكم نفضل صوت الناس البسيطة اللي كل أملها أنها تاكل لقمتها بكرامة وتعيش من غير خوف ولا قلق. بنوعدكم نكون صوت كل أب نفسه الحقيقة عينه ما تتكسرش قدام عياله، لأنه مش قادر يوفر لهم أبسط احتياجاتهم بسبب شوية ناس فسدة نهبوا خير مصر وسابوا شعبها يتهان كل يوم 1000 مرة، سواء داخل مصر أو خارج مصر، عشان بس يعرف يعيش. بنوعدكم زي ما كنا في ال5 سنين اللي فاتوا، ما نخدعكمش ولا نكذب خالص، بنقول لكم الحقيقة زي ما هي. كل هدفنا هو الحق والعدل، كل كلامنا عشان بلدنا تبقى أحلى، لا نفسنا تتهد ولا نفسنا تبقى زي كده سوريا أو العراق، مع احترامنا لسوريا والعراق، ولا نفسنا تبقى خراب. كل اللي نفسنا فيه إن البلد دي تبقى جنة كما تستحق، بس جنة بالعدل، العدل اللي بيساوي بين الناس قدام القانون، ويلاقي فيه الفقير لقمة وعلاج وسكن من غير مهانة ولا ذل. نفسنا في وطن يساعد الكل وخيره للكل، مش بس للسيسي وعصابته. نفسنا في وطن كامل مش ناقص منه جزيرتين، ولا ناقص غاز، ولا ناقص نيل. نفسنا في وطن الناس تعيش فيه وتلاقي فيه كل اللي بتحلم بيه أو اللي حلمنا بيه في يناير، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. لكن هتفضل أهم رسالة للبرنامج ده أنه صوت الناس الغلابة المظلومين في كل حتة في مصر. البرنامج ده هيفضل صوت الناس اللي كل حلمها 4 جدران يستروهم من غير ما يكونوا مهددين أنهم بيترمي عفشهم في الشارع أو بيتشردوا في وطنهم من غير ذنب ولا جريمة. زي كده ما تابعنا معاكم ملف الإزالات خطوة بخطوة، وكنا معاكم. افتكر معايا الملف ده، عفش بيترمي من الشبابيك أثناء إخلاء البيوت برضو في دمياط. نشوف كده، اتفرجوا يا بشر. الحاجة بتترمى من البلكونة، الحاجة بتترمى من البلكونة. الحيطة مرمية على الشبابيك، ترموا الخشب وقت النوم وداير ولا الواحد. السؤال بقى، الناس دي هتروح فين؟ الناس دي فيها ستات وفيها أطفال. دي كانت شكوى ست مسنة بتشكي بتقول هروح فين؟ ماليش مكان تاني. نسمع صوت الست دي كده. معلش حاجة، حاسة الله ونعم الوكيل، حاسة الله ونعم الوكيل. صحتك بالدنيا يا حاجة، صحتك بالدنيا. تحب تقولي إيه للرئيس ولا تحب تقولي إيه للمسؤولين؟ البرنامج ده هيفضل صوت الناس البسيطة، صوتها في حقها في انها تلاقي علاج يشفيها من المرض وسرير في مستشفى، وحقها انها تلاقي وطن ياخدها بالأحضان، ولو حصلت أزمة زي كورونا ما تتزلش عشان ترجع بلدها ولا حد يتاجر في مرضها. افتكر معايا أزمة كورونا والعالقين في الخارج وقتها، وأزمة كورونا وأزمة الأطباء. نشوف كده الفيديو ده. بيموت منهم دكاتره وممرضين، وحضرتك تيجي تقول لي انا بعد بره؟ طب ما تبعت جوه
وبعدين هتقول لي ان دي مش شكوتك، ده انت كلام بتروجوه. لا اسمع بقى، النهارده المؤتمر اللي كان بين وزيره الصحه والمسؤولين الاطباء واشتكوا لها ان احنا عندنا نقص كمامات ونقص حاجات من دي، واتقطعت كلمه الراجل عشان تبدا كلمتها اهو. لما بيتكلموا عن ايه اللي ناقص الاطباء، اجتمعت هي وزاره الصحه مع الاطباء، مع نقابه الاطباء عشان يقولوا لهم انت عندكم مشاكل ايه. الجيش الابيض اللي هو عباره عن الفرقه الطبيه، لا اطباء فقط، اطباء راسهم، لكن الفرقه الطبيه كلها بنطالب بحمايتهم حمايه مطلقه، لان هم عماد المرحله القادمه زي ما كل الناس اعترفوا. وفي الملف ده برضو استعرضنا معاناة الناس قدام المستشفيات. افتكر معايا حلقة 1 أبريل دي على كمان مهزلة احتجاز المصريين اللي كانوا عائدين من بره. نشوف كده، نلاقي أو مش هيعرفوا يخبوا مشاهد لصرخات المصريين قدام المستشفيات والصيدليات. يا ريت أكون أنا مكانها، دي صرخة أو وجع لمواطن قدام مستشفى بالأقصر بعد وفاة والدته وعجزه عن إنقاذها. نشوف كده. وده فيديو تاني لمواطن بيستغيث بعد تدهور الوضع الصحي وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بكورونا، وده في مركز إسنا في الأقصر. مركز إسنا محافظة الأقصر بينهار، مركز إسنا بيموت، مركز إسنا كل يوم الأعداد الإصابات بتزيد، كل يوم الوفيات بتزيد، محدش متحرك ولا مسؤول متحرك ولا أي حد متحرك. ليه الصمت الرهيب ده حضرتك؟ احنا عارفين من زمان ان الصعيد متهمش وان الصعيد مش تبع مصر، بس الوقت ده غير زمان. الوقت ده في مرض وفي فيروس قاتل، في حاجه خطيره، المفروض حضرتكم تتدخلوا. لا 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 والسعد تحت دمات، محتاجة نفس اصطناعي. أرجوكم بقولكم، أرجوكم أتوسل إليكم ارحموها، بقالها 3 أيام مرمية محدش بيسأل فيها. أرجوكم أتوسل إليكم، لو أنتوا عندكم أم وتخافوا عليها انشروا انشروا ووصلوا لأي حد. أتمنى من ربنا يكون حد في قلبه رحمة يسمعني. مطار النهاردة كان في فوضى عارمة ولا سوء عكاظ. نشوف فيديوهات للمهزلة الزحام في المطار للناس اللي خرجت عن شعورها اللي هو ده. أطفال تمشي برضو قبلنا، ما عملوش أي انتباه في أي حاجة. انت خطط في 18 إبريل برضو اتكلمنا عن أزمة العالقين، نجيب منين 20,000 جنيه عشان الناس تدخل البلد ويعملوا المسحة. افتكر معايا الفيديو ده. مواطن مصري عادي بيشتكي وبيقول للناس كلمونا بالعقل، لما احنا قاعدين من الشغل لنا شهر او شهرين نجيب 20,000 جنيه. 1,000 جنيه منين؟ كلمونا بالعقل. اسمع، ودلوقتي وزيرة الهجرة اخذ بانها قالت ان الفندق في مرسى علم اللي هو الفندق الحجر الصحي بالفرد الغرفة في الليلة 150 جنيه، غرفة زوجي، غرفة الفرداني 1500 جنيه. خلينا في الزوجي، الزوجي واحد عايز لي 10,000 جنيه في 14 يوم، 10,500 جنيه، وغير 3 حق التذكرة. التذكرة دلوقتي بقول الطيارة هيبقى فيها 140 واحد، يعني أكيد هيبقى سعر التذكرة دوبل، يعني 10,000 جنيه كمان. البرنامج ده هيفضل صوت أي مظلوم سياسي كان أو حتى إنسان ملوش أجندة، إنسان عادي بسيط كل ذنبه أنه ما جاش على هوا سعادة الباشا الضابط فقتله من غير رحمة، زي ما تابعنا كده اللي حصل مع الشهيد بإذن الله عويس الراوي واللي قبله إسلام الأسترالي. القضية دي شفنا في 30 سبتمبر تقريبا لحظة بلحظة مقتل عويس الراوي. يعني ضربه بالقلم على وشه بالضبط، دي معاملات أكيدة
من ضرب والد المتوفي او والد الشهيد على وجهه. ضرب والد الشهيد على ايه؟ اصل الصوت مش واضح قوي. ضرب والد الشهيد على ايه؟ على وشه. على وشه. يعني الضابط الشرطه ضرب الشاب الشهيد ده على وشه وضرب والده بالقلم برضه. ضرب والده اولا. والده اولا. ضرب تمام. والده. تمام. فطبعا الشاب الشهيد يعني اغتاظ من هذا الموقف فقام بضرب الضابط مره اخرى. طب معلش رأفت يا استاذ رأفت، يعني الضابط ضرب والد الشهيد بالقلم فالشهيد ده رد القلم للضابط. بالضبط ده اللي حصل. فطبعا ما كان من الضابط الا انه اخرج المسدس بتاعه واطلق رصاصا مباشره على راس الشهيد. وفي حلقه 7 سبتمبر تابعنا لحظه بلحظه حادث مقتل اسلام الاسترالي على يد برضه ضباط الشرطه وخروج مظاهرات في المنيب. افتكر معايا الحلقه دي. اذا انوه على المظاهرات في المنيب يبدو انها مشتعله حتى الان، وهننقل لحضراتكم قبل ما نختم جزء من هذه المظاهرات لمقتل الشاب اسلام الاسترالي على يد ضابط شرطه، ويبدو ان المظاهرات اشتعلت اكثر في المنيب. نشوف كده جزء منها. البرنامج ده هيفضل يدافع عن حق كل مواطن انه يبقى له نصيب من خير بلده وثروتها، مش مجرد زبون عند السيسي ولا عصابته يقلبوه بمزاجهم عشان يطلعوا منه مصلحه. زي ما كشفنا لكم في حلقه 19 اغسطس المواطن الزبون. افتكر معايا الجزء ده. في الدول الدكتاتوريه النظام هو شيخ المنصب زعيم العصابه، والشعب هو الزبون. الزبون اللقطة، الزبون اللي هنقلبه ونسرق اللي في جيبه. وده اللي السيسي الحقيقة قاله لرجالته في الاجتماع الأخير اللي حكيت لكم من امبارح عليه، والاجتماع ده تأكدت منه تماما انه المواطن مش مواطن، قصدك الزبون. افكرك باللي انا قلته امبارح كده، افتكر معايا ده. قيادة من القيادات، مجموعة من القيادات كانوا قاعدين مع السيسي، وانا بقولها هي علني عشان السيسي يعرف ان واحد فيهم هو اللي سرب القصه دي. انا اقول زي ما وصلتني بالظبط. كانوا واقفين مع السيسي مجموعه، قاعدين مع السيسي مجموعه قيادات، حذروه، مش حذروه يعني قالوا له بلاش نرفع اسعار المواصلات لان ده قد يكون فوق تحمل او طاقه المواطن العادي، فوق طاقه المواطن. فالسيسي قال لهم بالنص، قصدك العميل؟ أنا السيسي بقى قال لهم كده، قصدك العميل؟ أنا بالنسبة ليا ما دام هيستخدم خدمة دفعنا فيها فلوس يبقى عميل مش مواطن. السيسي أنت هو بيقول كده، أنا بالنسبة ليا ما دام هيستعمل خدمة أنا دفعت فيها فلوس أو إحنا دفعنا فيها فلوس ده بالنسبة لي مش مواطن، ده عميل. عبد الفتاح والعصابة اللي معاه ما اكتفوش بسرقة الزبون اللي هو حضرتك، لا دول قرروا يعملوا حاجة تانية خالص، حاجة ما عملهاش أي نظام قبل كده. قرروا كمان يبيعوا المرافق العامة في البلد للأجانب زي ما صندوق النقد قال لهم، ويسلموك أنت تسليم أهالي للشركات المال. في حلقة 7 أكتوبر استعرضنا احتجاجات الموظفين على تقليل رواتبهم، ونفتكر مع بعض الجزء ده من حلقة 7 أكتوبر. هما الموظفين دول بيعملوا إيه؟ رواتب وحوافز وبدائل وإشي اسمه علاوة وإشي اسمه إيه لا 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 لا، مفيش الكلام ده، خلصت، مفيش بعد اللائحة دي الكلام ده، ومحدش هيقدر يعترض. ولا في حد بيعترض؟
البرنامج ده يا حضرات هيفضل إن شاء الله يعني ضد كل عنصرية، ضد كل تفرقة بين المصريين بسبب الدين أو الفكر أو الانتماء أو الاضطهاد لمجرد أن المواطن ده من سيناء أو النوبة أو الصعيد. وعشان كده احنا أول ناس عرضنا الفيديوهات بتاعة الصعايدة أهلنا وغضبهم من عنصرية نظام السيسي. ده كان في حلقات يمكن أشهرها حلقة 23 أغسطس. نشوف كده مع بعض. وزير النقل قال قطارات الصعيد لن تذهب مرة أخرى إلى رمسيس. الصعايدة غضبانين جدا وهاجموا وزير النقل واتهموه بالعنصرية. في ناس تانية قالت يعني اسمع كده الصعايدة كده وهم بيهاجموا وزير النقل وبيقولوا ايه، اسمع كده. انت عارف الصعيد ده كم محافظة يا كامل؟ انت تعرف انه الصعيد 55 مليون في مصر صعيدي؟ اللي عايز تمنحهم من دخول رمسيس؟ انت عارف الصعيد الاول ده كم محافظة؟ اما لما انت وزير بتقول كده، اما لو غير وزير هتقول ايه؟ ما كمان احنا الصعيد خد احمد اللي بيهدف تحت الراجل الصعيدي بنجع ومحافظات محافظة. ما كانتش المحافظين وكانتش النواب هتتكلم، احنا كفاءة نرد على اي حد ان شاء الله هتتقدم. الوزراء يا معالي الباشا ساعات بتفرق بين الشعب. احنا الصعيد احنا السواد، احنا اكتر من تلت الدولة، اكتر من 40 مليون. ما يجيش يعني وزير. البرنامج ده هيفضل يدافع عن كرامة كل مصري، خاصة أهالينا كبار السن اللي حقهم علينا أن احنا نحفظ شبتهم وضعفهم بعد ما قضوا حياتهم كلها في خدمتنا وخدمة البلد دي. في يوم 6 أكتوبر استعرضنا إهانة مواطنين كبار السن في بنك ناصر وهم بيصرفوا المعاشات. أبائنا ستات ورجالة بيتبهدلوا في بنك ناصر الاجتماعي وهم رايحين يصرفوا حقهم مش منحة عبد الفتاح. هل المنظر ده حصل في سوريا والعراق؟ البرنامج ده حضرات هيفضل صوت كل مصري حر. ده ظلم السيسي فخرج بكل شجاعة يقول له ارحل يا سيسي مش عايزينك، بالطول بالعرض هنجيب السيسي الأرض. في حلقة 20 سبتمبر تابعنا مع بعض 20 سبتمبر لحد 25 سبتمبر، تابعنا المظاهرات العظيمة دي. خلينا نشوف الحلقة دي. افتح الميدان ساعتين يا عبد الفتاح، افتح الميدان ساعتين يا عبد الفتاح وانت هتشوف سمعتك وشعبيتك الحقيقية. خلينا نشوف الفيديو ده بالعرض، بالطول بالعرض هنجيب السيسي الأرض. شوف كده. نشوف دلوقتي أيضا مظاهرة من سوهاج، نشوفها مع بعض كده. في مشاهد تانية في البساتين نشوف. كنا برضو مع اللي كانوا ضد السيسي أو حتى مع اللي كانوا مع السيسي وكفروا بيه بعد ما ظهر على حقيقتهم قدامه، ودي كانت حلقة يوم 19 سبتمبر، كان تعليق على مواطنين كفروا بالسيسي بعد ما كانوا بيعشقوه. افتكر معايا الجزء ده كده. عايز اقول لك يا ريس حس لينا شويه عشان احنا تعبنا. احنا تعبانين يا ريس، مش كل حاجه فلوس فلوس فلوس. انت خدت فلوس سيبنا من غير فلوس يا ريس، انت خدت فلوس سيبنا من غير فلوس يا ريس، حس بينا وراحينا. دي الحقيقه الاولى التي لا تقبل الجدال. في كل محافظه، في كل مدينه، في كل قريه الناس على اخرها من عبد الفتاح السيسي. سحبناك وكنا بنرقص. الخلاصه يا حضرات ان البرنامج ده بتاعكم انتوا، مش بتاع قناة مكملين ولا بتاع محمد ناصر. البرنامج ده توك شو فعلا سياسي اجتماعي، مهمته انه ينقل صوت الناس. البرنامج ده مش برنامج وان مان شو عشان استعرض فيه خفة دمي،
عشان معارضة نظام أو تلميح حد. البرنامج ده الحقيقة قيمته الحقيقية إنه بينقل لكم الحقيقة من غير تزوير ومن غير لف ولا دوران. قيمة البرنامج ده إنه صوت الناس كان وهيكمل صوت الناس بجد. مهمته إنه يوعيهم بحقهم وينقل مظالمهم ويدافع عنهم ضد لكل حاكم ظالم أو فاسد. قيمة البرنامج ده إنه هيفضل هو الصوت طول ما الدنيا سكوت، هيفضل طاقة نور وأمل طول ما الدنيا ظلام وعتمة، هيفضل يبشركم بفجر جديد جاي قريب كله عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا هنفضل معاكم. خليكم معانا بعد الفاصل ونبدأ أول حلقة في سنة 6. نشوف كده مع بعض. احنا في حالة تغيير كامل حتى أثناء الحلقة نفسها، يعني الحلقة نفسها بتتعد زمايلي بيعدوها، وبعدين نيجي هنا نغيرها، وبعدين نيجي على الهواء نغيرها، فاحنا في حالة تغيير دائم. يعني البرنامج ضاف للمشاهد انه نقل صوت البيوت دي، صوت الناس دي، نقلها على الشاشة. المشاكل دي اللي ما بتتعرضش في الإعلام بتاع عبد الفتاح السيسي قدر مصر النهاردة ينقلها على الشاشة. البرنامج ده فعلا بلا مبالغة هو البرنامج الوحيد اللي يطلق عليه توك شو بمعنى التوك شو العلمي، مش برنامج وان مان شو. البرنامج ده مش المذيع، البرنامج ده إعداد جيد جدا بفريق جيد جدا ومهتم جدا بأولا طرح الآراء والأفكار ونقل مشاكل الناس، مش بتنجيم بني آدم اللي هو أنا، لكن مهمتي أنا إن أنا أداة مع الفريق عشان ينقل صوت الناس. في بداية الست سنين دي أحب أقول للناس إن إحنا نوعدكم إن إحنا على العهد هنكون دايماً أمناء جداً. أخطأنا ممكن، لكن بنحاول نقدم لكم حاجة تعكس مشاكلكم وألمكم. نوعدكم بإن أنتوا أو إن إحنا البرنامج ده هيكون فعلاً صوت الناس. بحلم أفتح ألاقي ليلك راح وعدى والزرع اللي ظهر في مصر كان أصله طالع في مصر النار.